عايز اقول في البدايه ان احنا الماتش الاولاني احنا فزنا، وانا باكد تاني احنا اللي فزنا 2-1، احنا الفايزين وبالتالي احنا اللي عندنا الافضليه. Und es hat auch nicht das ganze Spiel auf den Kopf gedreht, weil wir ja immer noch führen. والهدف ده ما قلبش المباراه ولا غير اي حاجه، لان احنا اللي كسبانين، ما زلنا احنا اللي فايزين. Und meine Spieler haben oder unsere Spieler haben schon x Spiele vor 60, 70.000 frenetischen Fans gefeiert und gespielt. واحنا لعبتنا عن لعبت قدام 60,000 واكتر من 60,000، ولعبت قدام عدد كبير من الجماهير من مختلف الانديه والدول كتير، وعندهم الخبرات التعامل مع المواقف زي دي. Und all die Zuschauer, die außen rum sind, die werden ja nicht mitspielen. Die werden zwar schreien und tun, aber entscheidend ist, dass unsere Spieler das spielen, was wir ihnen vorgeben. Und das ist Fußball. Und dann werden wir sehen, wie dann das Spiel ausgeht. والجماهير في المدرجات، انا وده لعيبه عارفاه كويس واحنا عارفينه كويس، ما بتنزلش تلعب على ارض الملعب، هي قاعده بره، ممكن صوتها يبقى عالي بس شويه، لكن هي ملهاش اي تاثير على كره القدم. كره القدم في ارض الملعب فقط في المستطيل الاخضر، واحنا عارفين ان احنا ان شاء الله متحضرين ان احنا نتعامل مع الموقف ده، ولعيبتنا قادره انها تتعامل مع الموقف ده، فما عندناش مشكله بخصوص الجمهور. بالعكس، ده بالنسبه لنا اجواء جميله. ده بيحصل في اي فريق في العالم، ان يبقى عنده لعيبه مصابه وترجع من الاصابه، عنده لعيبه بتعمل اخطاء. انا ممكن اقول لحضرتك كمان قائمه كبيره جدا من لعيبه الوداد اللي في الماتش الاول عملت كم اخطاء كارثيه، ممكن اقول لك برضو كده، لكن مش هنخش في الحتت دي. احنا ده جزء من كره القدم، ان اللعيب يبقى راجع من الاصابه ويرجع، ان اللعيب يبقى عمل الخطا وعادي وارد، ودي دوري ان انا بتكلم مع اللعيبه وباهل اللعيبه كويس. اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها بالذات كمان من اكتر اللعيبه اللي عندها خبرات في النادي الاهلي، وبالتالي ما بتتاثرش باي حاجه من المواقف اللي حضرتك قلتها. هم بالعكس كمان لعبوا ماتشات كتير قدام جمهور في ظروف اصعب من كده بكتير، فبالتالي احنا معدين فرقتنا كويس، هم جاهزين وما عندناش اي مشاكل من النوع ده. كره قدم، كل فريق في العالم عنده مشاكل بتظهر، بيبقى في غيابات، بيبقى في اخطاء، والمدربين بيتعاملوا مع الامور دي، وانا عندي من الخبرات ان اقدر اتعامل مع مواقف زي دي. Ich habe noch was. Bei uns hat vielleicht, oder er hat jetzt gesagt, ein Spieler hat einen Fehler gemacht. Bei unserem Gegner haben zwei Spieler einen Fehler gemacht, sonst gibt es ja keine Tore. أضيف بس كمان حاجة، حضرتك بتتكلم على إن لاعب عندنا عمل خطأ، الوداد عنده اتنين عملوا أخطاء بدليل إن إحنا جبنا جونين، فده وارد في كرة القدم. أول شيء بس أنا هذكر موقف واحد فقط من المباراة، أعتقد إن حضرتك داري بكرة القدم كويس، تعرف كرة القدم كويس، لما يكون موقف بس، لما يكون لاعب يمسك الكرة بيده وفي اتنين من منافس رايحين الجول مباشرة من نص الملعب، وهو آخر واحد في الملعب ويمسك الكرة بإيده بشكل متعمد، أعتقد حضرتك تعرف قواعد كرة القدم كويس زي إن دي كارت أحمر مباشر. اللي ضايقني إن كان في حكم وفي أربعة بالفار والخطوط ما ادوش الكارت الأحمر، فده اللي ضايقني وده الموقف اللي ضايقني. بالنسبة للموضوع حضرتك بتقول إن إحنا قدمنا اعتراض، لا إحنا ما قدمناش اعتراض، وبالتالي بقية السؤال كان لم يكن بالنسبة لي، لأن إحنا ما قدمناش اعتراض أصلاً على الحكم المباراة. هو في البداية طبعاً لما يعني أنت كنت متقدم ومسيطر على المباراة ويدخل في الجون في دقيقة 86، ده بيعمل بعض الاحباط والزعل، وده طبيعي. قعد فتره بس كده بعد المباراه لغايه اما انا على طول كان ليا رد فعل في اوضه اللبس بعد المباراه مباشره، دخلت اوضه اللبس اتكلمت مع اللعيبه بشكل قوي جدا، وكان عندنا اسبوع وقت دلوقتي بين المباراتين، قدرنا ان احنا نعمل حاجات كتير مع اللعيبه وجلسات، واتكلمت مع اللعيبه كتير. اللي اقدر اضمنه لحضرتك ان اللعيبه ان شاء الله بكره مستعديه 100% ان شاء الله، جاهزين لمباراه الغد، وهيقدموا مباراه كبيره ان شاء الله، انا متاكد من ده. بأكد مرة تانية إن إحنا الحمد لله الماتش الأولاني إحنا اللي كسبانين، إحنا اللي فايزين، والمنافس هو اللي عنده الضغوط، هو اللي محتاج إن هو يعمل أكتر، وإحنا إن شاء الله هنكون على الموعد بكرة، وبإذن الله نحقق نتيجة إيجابية وإن إحنا نرجع بالكأس بإذن الله إن شاء الله.